يحتفظ بافضل اربع لاعبين بالنسبه له. يا ولد يوسف الخليفه. نعم يوسف الخليفه، يبدو ان النصر حليفه. اول اهداف اللقاء، نعم حاولوا كثير، كرروا كثير. نقطه المطر تحفر في الصخر، ليس بالعنف ولكن بالتكرار. سجلوا فيبحثوا الان عن الانتصار. الله 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 الله. نقطة المطر أمامية من جديد. تيتي بطل البطولة من قبل، بطل البطولة من قبل، سريع رشيق أنيق، وحده قد يساوي فريق. يا ولد يا 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 يا، مش معقول مش معقول يا علي. علي يا علي، هيلاقوا زيك فين يا علي؟ علي ديوان يصدق على قيمته وكفاءته وخبرته وذكائه ومهارته. بص التحرك الجميل من تيتي، شوف علي ديوان هيروح فين، شوف الناحية العكسية. بص بص، استلم بالأولى وحط الثانية. يا ولد يا ولد يا ولد، الاستلام الأولاني عليت منه، راح واخدها مباشر على طول الثانية في المرمى. يا جماله يا جماله، بيمينه وعلى مرتين حطها له. 2-0 بنك موبيان، 2-0. رمضان يقدم أداء راقي. يا ولد يا ولد، يا سلام يا موالي، يا سلام يا موالي. الله الله الله، هدف رائع، هدف رائع. سيمفونية أردنية يقدمها فريق حمادة، ويعود بالمباراة وتقليص الفارق. مهارة سيزر الجميلة من محمد موالي، واللي بعد كده يسجل أيمن يوسف. يا سلام يا أيمن، يسجل رابع أهدافه. حمادة لازم الكل في كل الظروف يخافوا. الله 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 الله، سيمفونية أردنية بقيادة النجم الكبير حمادة بيتابعهم. تعالوا نشوف العراقي الموهوب الكبير، لعيب رافض اللعب، اللاعب الكبير رافض. يا سلام يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام، من رافض إلى يوسف الخليفة، بالشمال باليمين، عنده الخبر اليقين. يا سلام، سلم موهبتك يا ولد بتتكلم. الله 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 الله، ايه يا رافض ده، ايه اللي انت عامله ده؟ بص رافض بيعمل ايه، بص 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 بص، القوة، بص المهارة، بص الذكاء، بص الجماعية، بص الإيجابية، بص كرة الصلاة الحقيقية. دورة الروضان 39 بتحظى كسابقتها من النسخ السابقة بالمتعة.